ايه عملت ايه في الامتحان النهارده؟ انا امتحنت والاسئله كانت عادي والحاجات كلها كانت سهله وكده، وبس كنا بنخش ونلاقي الدنيا معانا لذيذه وكده، ونلاقي المعيدين كلهم بيفك علينا اللي جنبنا. الامتحان كان صعب عليك ولا سهل؟ لا الامتحان كان سهل، دي امتحانات سهله وامتحانات صعبه. النهارده؟ النهارده لا الامتحان كان سهل. كان عندك ايه النهارده؟ النهارده كان عندي تنسيت؟ فلسفه وفيزياء. نسيت؟ لا لا. انت بتفكر في الامتحان الجاي بقى؟ ايه؟ انت كده بتفكر تعمل فيهم ايه؟ ان شاء الله اروح دلوقتي مراجعات كمان نظبط الدنيا. عملت ايه في الامتحان النهارده؟ صعب ولا سهل؟ لا سهل. حليتي كام سؤال منه؟ مجهودي. شكرا. الحمد لله. عملتوا ايه؟ احنا دخلنا الامتحان، الواي فاي بتاع المدرسه مش شغال، احنا بنمتحن على الشريحه بتاعتنا، بنشحن كارت بنمتحن عليه، والامتحانات كلها بتتسرب قبل ما نطلع، وبنحل وبنخلص في اول ربع ساعه، وبنطلب قاعدين في اللجنه لحد اخر الوقت. كان حلو الحمد لله. امتحان كان سهل الحمد لله. النت عامل ايه النهارده؟ كويس الحمد لله. عملتي ايه النهارده؟ عملت ايه في الامتحان؟ والتابلت اتفتح معاكي على طول وكده؟